ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. الرب صالح وإلى الأبد رحمته. من يقول أمين؟ خلينا نقول مع بعض، الرب صالح وإلى الأبد رحمته. خلينا نقول مع بعض، الرب صالح وإلى الأبد رحمته. أريد أسألك اليوم سؤال، عمرك شكيت فد يوم في صلاح الله؟ عمرك شكيت فد يوم بصلاح الله؟ تعرفون أنا أعتقد أنه كمسيحيين كمؤمنين مو من المفروض أن نشك أبدا في صلاح الله، لكن يجب علينا دائما أن نؤمن أنه رب صالح، صح لو لا؟ لازم دائما نؤمن أنه رب صالح. لكن أنا أتساءل إذا كان أكو أحد منكم مثلي قد شك مرات، وخصوصا لما تكون مريت بمواقف صعبة، في مواقف قد لا تبدو عادلة. يمكن هذا حدث في وقت أنت تعرضت بينه للظلم، يمكن هذا حدث لما شخص خانك، يمكن هذا حدث لما شريك حياتك خانك، يمكن هذا حدث لما شخص عزيز عليك جدا وانتقل وراح للأبدية، ويمكن أنت سألت السؤال، ليش يا رب أنت مدى تدخل وترفع الظلم عني؟ ليش يا رب مدى تاخذ من عندي هذه التجربة؟ ليش مدى تتحرك لما أطفال حول العالم يموتون من الجوع؟ ليش يا رب كل هذه الحروب؟ ليش ديعاني الأبرياء حولين العالم؟ لاحظ، إذا أنت عمرك شكيت في صلاح الله، فإن رسالة الله لك اليوم مخصصة لك، وعنوان رسالة اليوم: لماذا ترك الله هذا يحدث؟ تعرفون هذا السؤال طرح حقا منذ قديم الزمان. إذا نرجع إلى 300 سنة قبل ولادة يسوع، نجد أنه كان هناك فيلسوف يوناني اسمه أبيكورس، توصل إلى هذه الاستنتاجات عن طبيعة الله فيما يتعلق بالخير وبالشر. لاحظوا، أبيكورس كان عنده تصريحان طرحهم على صيغة سؤال. التصريح الأول اللي سألوا: إذا كان الله لا يقدر أن يمنع الشر، إذن الله ليس كلي القدرة. إذا كان الله لا يقدر أن يمنع الشر، إذن الله ليس كلي القدرة. التصريح الثاني اللي هذا الفيلسوف قاله: إذا كان الله لا يريد أن يمنع الشر، إذن الله ليس كلي الصلاح. وبالتالي شوف عالم النفس شون الفيلسوف شون يحكي. وبالتالي أبيكورس من هذه الاستنتاجين طرح السؤال: إذا كان الله قادر ويريد أن يمنع الشر، إذن لماذا الشر موجود؟ إذا كان الله يقدر ويريد أن يمنع الشر، إذن لماذا الشر موجود؟ تعرفون اليوم لما ننظر إلى الكتاب المقدس نشوف أنه الشر والألم والمعاناة لا يتعارضان في الواقع مع قصة الكتاب المقدس. واللي راح نكتشفه أنه الشر والألم والمعاناة هما في الواقع في لب قصة الكتاب المقدس. وإذا أكو شيء أريد تحقيقه اليوم، هو أنه من خلال الكتاب المقدس أنا أريد أشوفكم بأنه المسيحية تجد وتعطي وتوفر حل
للشر وللألم والمعاناة اللي ممكن نختبرها في الحياة. بالحقيقة لما نقرأ الكتاب المقدس نجد قصص لا حصر لها في الكتاب المقدس تتكلم عن الألم وعن المعاناة. في العهد القديم مثلا نشوف إرميا اللي يقال عنه النبي الباكي. إرميا يضطهد من قبل شعبه بسبب دعوته للشعب توبوا. دعوته للشعب للتوبة خلاهم يضطهدونه. أيضا نشوف في العهد القديم داود الرجل اللي مكتوب عنه الرجل الذي بحسب قلب الله. داود كان يحب الله، داود كان يثق في الله، ومع هذا نشوف أنه داود يصرخ في المزامير ويقول يا رب هل تسمعني؟ هل تهتم بي يا الله؟ لماذا لا تدافع عني لما أكون في مشكلة؟ في العهد الجديد نشوف يوحنا المعمدان الشخص اللي هدفه الوحيد كان إعداد الطريق لمجيء الرب، ورسالته إيش كانت؟ من يعرف رسالة يوحنا المعمدان؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ومعها أنه يوحنا كان هيئ الطريق لمجيء الرب، كان مكرس حياته للرب يسوع، نشوف أنه يوحنا المعمدان تم القبض عليه وقطع رأسه. وأكيد قبل لحظات من أنه ينفذ بينه حكم الإعدام، أنا متأكد رغم أنه ما مكتوب، يوحنا المعمدان صرخ يا رب وينك؟ لأنه كان متوقع أنه يسوع يعمل معجزة ويخرجه من السجن قبل ما يقطعون رأسه، لكن هذا لم يحصل. في العهد القديم نشوف أساف اللي كتب 12 مزمور من سفر المزامير. أساف كان قائد تسبيح، أساف كان قريب جدا من الرب، كان يحب الرب. وفي يوم هو دي يكتب مزمور 73 هو دي يكتب المزمور قال بلشت أغار من منه؟ بلشت أغار من الأشرار. ليش يا أساف؟ لأنه شفت أنه هؤلاء الأشرار دينالون كل البركات. وأساف بلش يتسأل أين أنت يا الله؟ ليش الأشرار جسمهم سمين وثروتهم ده تزداد؟ وأساف كأنه صرخ هذه الصرخة، قال يا رب هل أنا حفظت قلبي نقي على البلاش؟ هاي من عندي ترجمة من عندي. هل أنا حفظت نفسي النقي على البلاش؟ إذا كان الشرير دي يسمن ثروته دي تزداد. لاحظوا قائد التسبيح بالمختصر كان دي يتساءل وينك يا رب؟ ليش أنت تركت هذا يحدث؟ اليوم أنا أريد أطرح بعض الأسئلة المهمة جدا، ونريد أنه أخبرك مقدما مثل الأسبوع الماضي أنه أنا ما عندي إجابات واضحة، ما عندي إجابات سهلة لجميع الأسئلة، لكن نحن نريد أن نأخذ هذه الأسئلة الصعبة لكل واحد من عندنا عنده سؤال جواته وماذا يعرف الإجابة. نحن نريد نأخذ هذه الأسئلة الصعبة ونخليها قدام الله، لأنه الله يمكنه التعامل مع شكوكنا. أمين؟ أمين. تعرفون واحدة من الأسئلة الأكثر شيوعا اللي ممكن تكون سألتها هي هذه: إذا كان الله إله صالح، إذا كان الله إله محب، فلماذا إذن نتألم؟ إذا كان الله إله صالح، لماذا الله يترك شخص لم يرتكب أي خطأ أن يمر في ظروف صعبة؟ سؤال مرة أخرى: إذا كان الله إله محب، لماذا يتركنا الله نتألم؟ والجواب: إذا كان الحب اختيار، إذا كان الحب اختيار، فإن الألم
ممكن أيضا. بمعنى إذا كان من الممكن أنه أنت تحب، فمن الممكن أيضا أنه أنت تتألم وتنجرح. واضح؟ خليني أشرح شلون. لاحظوا، لازم نفهم أنه الطريقة الوحيدة اللي يكون فيها الحب ممكن هو أن يكون لديك حرية، خيار لاختيار الحب. المصطلح اللاهوتي لذلك هو الإرادة الحرة نسميها، أو القدرة على الاختيار. بمعنى آخر، إذا كان لديك القدرة على اختيار الحب، فلديك أيضا القدرة على اختيار الكراهية. أوكي؟ إذا كان عندك القدرة على اختيار ما هو الصحيح، فأيضا لدينا القدرة على اختيار ما هو الخطأ، وهذا ما يجعل الشر والألم ممكنا. سؤال: ليش الله أعطانا إرادة حرة؟ الجواب أنه هذه هي الطريقة الوحيدة اللي يكون فيها ممكنا. لأنه إذا لم يمنحنا الله القدرة على الاختيار، فلن نتمكن أن نختار إن حب الله. أمين؟ إذن ليش الله أعطانا إرادة حرة؟ لأنه الله ببساطة ما يريدنا نكون روبوتات. الله يريد علاقة معنا، الله محبة، وهو يريدنا أن نستلم محبته، وهو يريدنا أن نختار، يكون عندنا اختيار أن نحبه بالمقابل، فهو يريد أن يكون محبوبا. أمين؟ لكن التحدي هو كالتالي: حتى تتمتع بحرية اختيار الحب، فنحن لدينا أيضا الحرية في اختيار الشر. ولما نختار الشر، نختار ما يسميه الكتاب المقدس الخطيئة. وماذا تعمل الخطيئة؟ بكل أسف الخطيئة تؤدي إلى الألم والمعاناة. لذلك حتى الله يزيل الشر والمعاناة، ما عليه فعله تعرفون شنو؟ إما أن يزيل حريتنا بالاختيار، أو يزيلنا نحن. لكن هذا ما راح يحصل، لأنه الله يحبنا، الله خلقنا كائنات عندنا حرية إرادة. تعرفون بعض الناس تقول إذا كنت تعاني فهذا يعني أنه الله لا يحبك. لا، لكن ما علينا فهمه أنه الألم والمعاناة هي ليست دليل على نقص محبة الله لك، ليست دليل على نقص محبة الله. هنشوف شون. خليني أعطيكم مثل. فلورا، أخذ فلورا وينها؟ أخذ فلورا، سوي هالشكل، وقفي. أخت فلورا تيجي عندنا كل أسبوع، تيجي عندنا للبيت حتى تسوي علاج طبيعي لظهر هالة زوجتي هالة، حركي يدك. والعلاج مؤلم، لكن على أمل أنه ظهر هالة رح يتحسن. لاحظوا، هالة كان ممكن تقول فلورا ده تأذيني كلش، وتقول لي مرة دخلت ودا باوعت، فلورا تخلي عكسة تخلينه على الظهر هالة وتضغط بشدة بمكانات مؤلمة. سؤال: تتوقعون انه فلورا تتقصد تأذي هالة زوجتي؟ ممكن ايه. لكن السبب الرئيسي وراء قيامها بذلك هو اعتقادها انه شيء افضل قادم. من يقول امين؟ هنا انطي مثل اخر. لما تروح لمرشد روحي، عادة المرشد الروحي ياخذك الى ماضي حياتك، الى المكان اللي تألمت بينه. ليش؟ هل لأنه المرشد يريد يأذيك؟ أكيد لا، لكن لأنه
مهتم بأمرك ويعتقد أنه بذهابك إلى هناك أنت راح تنال الشفاء. أمين؟ أعطيكم مثل آخر. من عنده أطفال يرفع إيده. أمين. كم واحد يأدب أولاده؟ أوكي. ليش تعمل هذا؟ هل لأنه تكره أولادك؟ أكيد لا، بالعكس، لأنه تحب أولادك وتريد الأفضل لهم، أنت مرات تضطر أنه تأذب أولادك. اللي أريد أقوله أنه وجود الألم وليس نقصا في الحب. في الواقع كثير من الأحيان وجود الألم الحقيقي هو دليل على الحب الحقيقي. أمين. السؤال اللي يمكن ينسأل، واللي كثير من عندنا عندهم هذه الأسئلة، ليش تحدث الأشياء السيئة للأشخاص الطيبين؟ ليش نشوف يعني شخص بمفهومنا أن هو الصالح، ليش هذه الأشياء السيئة إذا تحصل للناس الطيبين؟ هذا السؤال صعب الإجابة عليه، لأنه يمكن أنت ما تحب تسمع ما أقوله. والسبب هو أنه نحن نحتاج أنه نفهم أنه الكتاب المقدس يخبرنا، الكتاب المقدس يخبرنا أنه نحن لسنا أشخاص صالحين. يمكن تقول بس أنا عندي قلب طيب. ممكن. من عنده قلب طيب يرفع يده. من عنده قلب سيء يرفع يده. من عنده قلب سيء يرفع يده. أوكي. أنا ما أعرف عنك، يمكن أنت قلبك طيب، بس أنا لما أنظر إلى قلبي أشوفه سيء. إنه قلبي يقودني مرات أن أفعل أشياء خطأ. أنا أعرف قلبي سيء لأنه في حياتي أذيته كثير ناس. من ضمن الناس اللي أذيتهم زوجتي. أنا جرحت زوجتي مرات كثيرة بكلام. ما كنت أنوي بس سويت هذا الشيء. فأنا أعرف أنه قلبي سيء. قلبي مرات قادني أنه أتكلم كلمات غلط، أتمنى أنه ما تكلمتها، عملت أشياء غلط أتمنى أنه ما عملتها. والكتاب المقدس إذا نكون صريحين، وإذا إذا إذا كأنه نخلي المجهر الإلهي جوا، الكتاب المقدس يحكم على كل واحد موجود في هذا المكان. الجميع. من الجميع؟ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. الكتاب يقول أنه كلنا في الموازين إلى فوق. لكن الشخص الوحيد اللي عاش وكان جيد حقا وكان صالح حقا هو يسوع ابن الله. أوكي؟ إذن السؤال، ليش تحدث الأشياء السيئة لناس طيبين لناس صالحين؟ بالحقيقة شيء سيء حدث لشخص صالح مرة واحدة فقط، لأنه يسوع هو الشخص الوحيد اللي لم يرتكب ولا خطية لكنه أخذ عقاب خطايانا. أمين؟ لاحظوا، يسوع تألم من أجلك وترك مجد السماء. هو ولد في عائلة فقيرة، هو تعرض للسخرية بأنه طفل غير شرعي. يسوع ولد من أم غير متزوجة، هو رفض من الأشخاص المقربين له. تعرفون يسوع تم اتهامه، كل اتهامات زور، لأنه لم يرتكب ولا خطية. لاحظوا، يسوع هو الوحيد اللي كان صالح، تعرض للضرب، تعرض للتعذيب، علق عارية من ملابسه على الصليب. والأسوأ من هذا كله أنه هذا الشخص اللي كان صالح، يقول الكتاب، أصبح خطية لأجلنا. الشخص البريء، شخص بريء أخذ خطية العالم عليه.
حتى يموت ويغفر لنا خطايانا. وبسبب هذا العمل انفصل يسوع عن الآب. ويسوع سأل نفس السؤال اللي يمكن أنت سألته من قبل: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أنا لم أفعل أي شيء خاطئ يا الله، أنا خدمتك بكل أمانة، أنا كنت مطيع لك في كل شيء. تفون يسوع فعل ذلك من أجلنا، يسوع فعل هذا من أجلي ومن أجلك. لاحظوا، يسوع اختبر آلام أكثر من أي شيء ممكن نحن نختبره في أي وقت. الله الآب شايف إنه ابنه البريء ده يتألم. ليش الله لم يفعل ما كان يستطيع أن يفعله؟ ليش الله ترك هذا الشخص أن يؤذيني في الوقت اللي الله كان يقدر يوقفه؟ الجواب لا أعرف، لكن الجواب هو ليس لأنه الله لا يحبك، لأنه موضوع محبة الله محسومة في الكتاب المقدس في يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. سؤال: كم الله يحبنا؟ الله يحبنا كثيرا، لدرجة أنه سمح لابنه أن يصلب بدلا عنا. ليش؟ لأن الله كان يعرف أنه شيء أفضل قادم. أمين؟ الله كان يعرف أن القيامة تتطلب الموت. الله كان يعرف أنه في بعض الأحيان الشفاء يكون مؤلما. الله كان يعرف أنه حتى في الظلام هو صالح جدا ويقدر يحول الشر إلى خير، يقدر يخرج من شر، يقدر يخرج من عنده خير. أمين؟ تفهم الكتاب المقدس ما يقول أنه نحن ما رح نواجه ظروف صعبة، بالعكس يقول في العالم سيكون لكم ضيق. الكتاب المقدس ما يقول أنه أنت ما رح تتألم. الكتاب المقدس ما يقول أنه أنت ما رح تواجه مواقف غير عادلة. لا، رح نواجه، أكو ظلم، أكو ألم، أكو معاناة، لكن الكتاب المقدس يقول رغم أنه رح نعاني، لكن الكتاب المقدس يقول أنه في يوم الأيام رح نموت، لكن في يوم الأيام رح نقوم. وهؤلاء اللي اختاروا بإرادتهم الحرة أن يتبعوا يسوع وأن يحبوا يسوع، هؤلاء سيتقابلون مع يسوع في المجد. أمين؟ في رؤيا 21 يقول رح يكون هناك سموات جديدة وأرض جديدة، وسيملك يسوع وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا، ولن يكون هناك موت، ولن يكون هناك حزن، ولن يكون هناك بكاء، ولن يكون هناك ألم. كل هذه الأشياء ستذهب إلى الأبد، لأنه شيء أفضل قادم. أمين؟ لاحظوا، في محضر الله ما رح يكون أكو خسارة، في محضر الله ما رح يكون هناك مرض ولا حزن ولا اكتئاب، ما رح يكون أكو ولا شيء من هذه الأشياء. لكننا لم نصل هناك بعد، فنحن ما زلنا في عالم ملطخ بالخطية، نحن لم نصل بعد هناك. لهذا في أي لحظة من حياتك لما تواجه موقف
صعب، لما تواجه موقف يبدو أنه وينك يا الله، في موقف يبدو أنه غير عادل، من السهل علينا أن نستنتج أنه الله غير صالح. لكن لما نمشي مع يسوع، لما نتعلم أن نثق في محضره، لما نتغدى على كلامه، لما نسمح له أنه يريحنا في وسط الحزن، أنت راح تشوف وراح تختبر صلاح الله والسلام العجيب اللي فوق كل عقل. أمين أحبائي. اليوم أنا جاي حتى أخبر شخص، يمكن شخص واحد في هذه القاعة، أنا جاي حتى أخبر شخص واحد أنه قصة الألم والمعاناة لا تتعارض مع الكتاب المقدس، لكنها في لب قصة الكتاب المقدس. وأكثر من أي شيء آخر، المسيحية تقدم حل للشر والألم اللي نختبره. لكن بالنسبة لهؤلاء اللي يتألمون الآن، أنا أريد أخبركم أنه الله يتألم معكم. الله ده يتألم معكم. وإذا كنت تتساءل أين هو الله، فقط تذكر أنك لم تصل هناك بعد. أنت عايش في مكان مؤقت وأنت لم تصل بعد، لكن خبر السار أنه بنعمة الله، بقوة الله، بمجده وصلاحه، هناك شيء أفضل قادم. أمين. خلينا نقف مع بعض ونصلي. أبونا السماوي، صلي بشكل خاص لهؤلاء الأشخاص اللي دا يتألمون. يا رب، أنا أصلي بشكل خاص للناس اللي عندهم أسئلة ليس فيها أجوبة بعد. صلي لي أجل هؤلاء الأشخاص اللي عيونهم ما زالت مليانة بالدموع. إذا كنت أنت دا تتألم من ظروف معينة، وإذا أنت تحتاج إلى الله، ارفع يدك حتى أصلي لك. أمين. 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 يا رب، أنا ما أعرف حجم الألم يا رب اللي دا يتألم بينه أولادك، لكني أعرف أنه أنت دا تتألم معهم. ويا رب، أنا أصلي أنه في وسط الوجع، في وسط الألم، تتبلش تكشف عن صلاحك. صلي يا رب تظهر صلاحك يا رب. صلي يا رب أنك أنت تمد إيدك وتمسح الدموع وتنشف الدموع وتملأ فراغ القلب وتشفي جراحات القلب وتوقف النزيف وتوقف الألم وتملأ الفراغ. تمد إيدك يا رب، عندما نسأل ولا نفهم ساعدنا أن نتشبت بك، ساعدنا أن نثق فيك، ساعدنا أن نمشي معك طول العمر حتى لما نتألم. ساعدنا يا رب، ساعدنا 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 في وسط الألم أنه نكمل نمشي معك، أنه نتغدى في كلمتك، أنه نشبع من عندك، أنه نعلن صلاحك. يا رب، صلي لأجل هؤلاء اللي يتألمون، هؤلاء اللي ما عندهم إجابات بعد، أنك تعطي إجابات يا رب. يمكن الإجابة، يمكن ولا إجابة مدى تقنعك، لكن يمكن يقول لك يكفيك أنه أنا معك،
يكفيك انه انا ماسك في ايدك، يكفيك انه انا مضلل حياتك، يكفيك، تكفيك نعمتي، لان قوتي في ضعفك تكمل. يا رب صلي من اجل زمن تعويضات، وصلي يا رب من اجل زمن ترد كل شيء سلب يا رب. صلي يا رب من اجل زمن نجاح وامتداد وثمر وتعويضات يا رب. اليوم يمكن انت جاي لاول مره وانت لا تعرف يسوع شخصيا. الله محبه، الله يحبك، الله يريدك ان تستقبل محبته، يريدك ان تختبر محبته، ويريد انه تحبه، تستقبل محبته، تختار ان تحبه. شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا هي مشكله واحده، الخطيئه. ومثل ما الاب حجب وجهه عن الابن عندما اصبح خطيئه لاجلنا، الله قدوس لدرجه أن الخطية تفصلنا عن الله، لكن الله يحبنا، الله يحبنا، الله أرسل ابنه الوحيد ليصير خطية لأجلنا. يسوع صار الذبيحة البريئة الكاملة اللي ماتت بدلنا. يسوع دفع ثمن خطايانا لأنه الله لديه شيء أفضل. الطريقة اللي نتصالح فيها مع الله ليس من خلال أنه نصير صالحين، لكن يسوع كان صالح، وفي صلاح يسوع كل الكفاية. ضحى بحياته، مات وقام مرة ثانية حتى نتمكن نعرف الله ونحب الله بالطريقة اللي هو يحبنا فيها. اليوم إذا كنت تشعر أنه أنت بعيد عن الله وإذا تسأل ماذا أفعل، أكو طريق واحد، توب عن خطاياك، توب عن خطاياك، قل له يا يسوع ارحمني، أعطيك حياتي. ولما تنادي يسوع رح يسمع صلاتك، رح يجي يسكن في قلبك. لو أنت هذا الشخص، قل يا رب ارحمني، قل يا رب أنا أتوب عن كل خطاياي، اغفر جميع خطاياي، وأنا جاي أعطيك حياتي، خلصني، اجعلني إنسان جديد. يا رب أنت حبيتني، وأنا أختار أنه أحبك بالمقابل. املأني بروحك، قل يا رب املأني بروحك حتى أعرفك، حتى أمشي وياك. يا رب أشكرك لأجل حياتي الجديدة اللي أعطيتها إلي، ساعدني أكون ابن لك أو بنت لك. أمين. يا رب اليوم يا رب نصلي يا رب لأجل يا رب كل الناس اللي عندهم أسئلة يا رب، مع كل الحيرة والارتباك من الأمور اللي ما عندنا إجابات إلها، أنا أصلي يا رب وأصرخ مع أخوتي وأخواتي، يا رب زيد إيماننا، نطلب من عندك أن تبني إيماننا، ساعدنا على أنه في الأوقات اللي شعرنا بها بخيبة أمل يا رب لأنك لم تعمل ما نريد، ساعدنا وابني إيماننا، واسمع صلاتنا، واسمع صرخات قلوبنا، واسمع تنهداتنا. يا رب نشكرك لأنه أنت قريب من المنكسري القلوب. أشكرك، أشكرك يا رب. لما نقترب إليك أنت تقترب إلينا. تعال يا رب املأ، املأ الأواني سكيب عجيب من روحك القدوس. تعال يا رب املأ الأواني، تعال أجب عن كل الأسئلة. وعندما يا رب النفس غير مرتاحة، كلمها في داخلها، أنا معك كل الكفاية، أنا معك كل الكفاية. أمين، أمين. يرنم صالح صالح أنت للكل، صالح
أنت صالح صالح للأبد صالح أنت صالح صالح للأبد طويل الروح طويل الروح وكثير الرحمة حافظ العهد والأمانة طويل الروح طويل الروح وكثير الرحمة حافظ العهد والأمانة صالح صالح أنت صالح صالح للأبد صليها صالح صالح أنت صالح صالح للأبد حمل حمل الأشياء بكلمة قدرة خالق الحياة من العداء حمل الأشياء حمل الأشياء بكلمة قدرة خالق الحياة من العداء صالح أنت صالح صالح للأبد صالح أنت صالح صالح للأبد أبرع جمال أبرع جمال من كل بني البشر سكب النعمة من شفتي أبرع جمال أبرع جمال من كل بني البشر سكب النعمة من شفتي صالح أنت صالح صالح للأبد نعم يا رب أنت الصالح أنت الصالح أنت الصالح أنت الصالح أنت الصالح جدا 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 يا رب قل يا رب أنت الصالح قل أنت الصالح أنت الصالح يا رب من مثلك يا رب من مثلك يا رب لا مثل لك لا مثل لك لا مثل لك لا مثل لك تنيمة تقول لا مثل لك بين الآلهة يا رب ولا مثل أعمالك لأنك عظيم عظيم أنت وصانع عجائب عظيم
عظيم أنت وصانع عجائب عجائب لأنك عظيم عظيم أنت وصانع عجائب عجائب أنت الله أنت الله وحدك لا مثل لك بين الآلهات يا رب ولا مثل أعمالك لا مثل لك يا رب هيا افرحوا يا شعب الرب هيا اهتفوا له بفرح هيا انشدوا له بحمد فالرب عالم 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 للأبد هيا افرحوا يا شعب الرب هيا اهتفوا له بفرح هيا انشدوا له بحمد الرب عالم 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 للأبد هيا اعلنوا يا شعب الرب سلطان الجالس على العرش هيا اهتفوا هتاف النصر الرب عالم 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 للأبد هيا اعلنوا يا شعب الرب سلطان الجالس على العرش هيا اهتفوا هتاف النصر الرب عالم 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 للأبد